الأكبر على الفريق واستعداداته لمباراة شبكة الثورة. خلينا نروح سريعا لزميلنا محمد طه مراسل قناة الأهلي عشان يطمننا بشكل أكبر عن استعدادات النادي الأهلي. يا محمد مساء الخير عليك. ألو محمد. كل مكان. اتفضل يا محمد. مساء الخير عليك يا امير ومساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي طبعا في كل مكان برحب بيك وبالتاكيد اليوم اختتم النادي الاهلي طبعا مرانه الاخير قبل معسكر الفريق في الجوله الاخيره لدوري ابطال افريقيا. خليني اقول لك في البدايه واهم شيء هي حاله من الرضا وحاله من التفاؤل وحاله من يعني تحس كده اللاعبين عندهم ثقه كبيره جدا كويس لاسعاد جماهير النادي الاهلي في هذه المباراه. بدا تجمع الفريق اليوم في الثانيه عصرا وكانت هناك محاضره مع بدايه مران الفريق اللي بدات في الساعه الثالثه عصرا. يمكن مستر ساتي تحدث فيها عن ضروره الفوز في هذه المباراه وعن التحفيز النفسي بشكل كبير جدا للاعبين في هذه المحاضره. ايضا كان في محاضره منفرده او جلسه منفرده بين مستر لاسيرتي مع كل من سعد سمير وحسام عاشور. كان في بعض التعليمات الخاصه ليهم. التمرين بدا ببعض التدريبات البدنيه وتدريبات الكره الخفيفه وكان بعض الجمل وفقرات على المرمى اللي كان انهى بيها مستر لاسيرتي المران التصويب من خارج ال 18 لبعض اللاعبين. كويس. يمكن علي معلول، رامي ربيعه، مروان محسن يمكن ما شاركوش النهارده وشاركوا جزء بدني بسيط جدا في الجري حوالين الملعب ده بسبب يعني اجهاد عام بالنسبه للاعبين وفضل مستر لاسيرتي ان هم ما يشاركوش في المران عشان ما يجهدوش بشكل اكبر لكن ما فيش اي حاجه بالنسبه لهم وهم موجودين في قائمه الامور جيده يعني بالنسبه لهم يا محمد. الامور جيده بشكل كبير جدا. علي معلول في شكوى معينه؟ لا علي معلول ما فيش اي شكوى خالص. الراجل بس هو حس بجهاد بدني كامل في جسمه. مستر لاسيرتي قال خلاص يعني يريح. من فلسفه مستر لاسيرتي برضه خليني اقول كده امير ان هو بيحب يوزع الاحمال البدنيه على اللاعبين عشان كويس في المباراه في اجهاد شديد للاعبين يعني يبقى في زي رسم بياني كده هو عنده استراتيجيه هو او مستر استانو ان هو بيحاولوا يقسموا دايما الحمل البدني على اللاعبين وللعلم ده مش حاجه النهارده بس دي في المران السابق لكل اللاعبين حصلت قبل كده في كذا مران ان هو بيوزع الاحمال التدريبيه على كل اللاعبين حتى اللاعبين المصابين بيبقى ليهم كمان برنامج تاهيلي مختلف عن بعضه. فالنهارده هم ما اشتكوش من اي حاجه وفضل مستر لاسيرتي بس ان هم يريحوا عشان الحمل البدني لكن هم بالتاكيد هيشاركوا في مران الغد ان شاء الله. خليني ايضا اقول لك النهارده محمد الشناوي برضو كان عنده تدريبات بدنيه منفرده ورفع الحمل البدني طبعا مستر لاسيرتي عليه. باقي اللاعبين المصابين اللي هم اللي خارج القائمه والمصابين الاخرين استمروا في تاهيله. يمكن الشناوي الامور كويسه بالنسبه له يا محمد. مشيته عامله ايه مثلا؟ انت شايفه ازاي يعني في الملعب؟ يعني نقدر نقول الشناوي ماشي بشكل كويس ربما لم يكتمل بنسبه 100% ولكنه ماشي بشكل كويس وده طبعا اللي هيبقى يعني على الاقل هيبقى بديل في هذه المباراه. تمام. قائمه الاهلي اعلنت منذ لحظات ضمت خلينا نقول لك القائمه بشكل كامل ماشي قولها لنا نكررها مره ثانيه للجمهور اتفضل. بالظبط محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حسام عاشور، واحمد فتحي، وعلي معلول، وسعد سمير، وايمن اشرف، ورامي ربيعه، وياسر ابراهيم، ومحمود وحيد، وعمرو السوليه، وكريم مدبد، وناصر ماهر، ومحمد هاني، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وجونيور اجاييه، ووليد ازارو، ومروان محسن، وصلاح محسن، واحمد حمود. واستبعد مستر لاسيرتي سبع لاعبين من القايمه. يمكن هم شريف اكرامي وليد سليمان وحمدي فتحي وهشام محمد دول بسبب الاصابه ومحمد نجيب لعدم طبعا جاهزه الفتره الاخيره اسلام محارب ومحمد شريف لاسباب فنيه. نقطه مهمه حابب اوضحها اتفضل. ضم مصطفى شوبير لقائمه الفريق رغم ان هو مش مقيد افريقيا القائمه الافريقيه طبعا نظرا لان مستر لاسيرتي حابب مصطفى شوبير يكون متواجد مع تدريبات الفريق الاول بقوتها وبحماسها ويكون تحت عينه ويشارك في التدريبات مع اللاعبين بشكل يومي في خلال الفتره اللي هيكونوا فيها في فتره المعسكر ويعيش كمان مع الفريق حاله نفسيه زي ما قلت لك في اول كلامي. مستر لاسيرتي عنده جزء استراتيجي بيحاول يطبقه سواء في التدريبات او سواء في الحاله النفسيه مع التعامل مع جميع اللاعبين.
تمام، بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا على هذه المداخله. ويمكن اعتقد طمنا بشكل كبير جدا على حاله الفريق قبل مباراه بعد غد ان شاء الله هذه المباراه المصيريه. خليني اعيد على حضراتكم القايمه بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه: محمد الشناوي، علي لطفي، ومصطفى شوبير، حسام عاشور، احمد فتحي، علي معلول، سعد سمير، ايمن اشرف، ورامي ربيعه، وياسر ابراهيم، ايضا محمود وحيد، عمرو السليه، كريم ندفيد، ناصر ماهر. زي ما انتم شايفين كده على الشاشه الاسماء الخاصه بلاعبي النادي الاهلي لهذه المباراه: محمد هاني، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور اجاييه، وليد ازارو، ومروان محسن، وصلاح محسن، واحمد حمودي.